السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هنشرح اول مساله فاينل بتاع السنه اللي فاتت، طبعا بتاعت الزينر دي. تمام، المبدئيا كان المساله دي هي بس ايه، كان فيها كام مشكله انا شخصيا ما كنتش فاهمها. وطبعا ايه، حابب ادي تحيه زميلنا يوساف، لان هو بصراحه يعني انا كذا مره كنت افهمها وارجع اتلخبط. يعني هي مساله اتلخبط يعني، فطبعا هو ايه لما شرحها لي فهمتها كويس يعني، وطريقته ايه حاسسها اسلم طريقه، فانا اشرح لكم طريقته هو. طبعا ايه، شكرا يوسف، شكرا. وان شاء الله ايه تفهموها. تمام، ان شاء الله تكون مفيده ليكم. نبدا بقى، بسم الله. طبعا اولا يعني السؤال اللي عايز ايه اصلا. السؤال قال لي، كان مديني رينج يعني. اول حاجه السؤال قال لي، ان الفي سورس بتتغير بقى معانا من 8 ل 12. تمام، والاي اللي بتتغير يعني كانها اي سي مثلا، اللي هو المهم ايه ان هو بيتغير. تمام، يبقى الفولت والاي الاي ال اللي ماشيه بتتغير. طب السيركت شكلها ازاي؟ هي بطاريه متوصل بيها ريزيستنس ار اس، ودي اللي عليها السؤال كله حرفيا، متوصل بزينر دايود. طيب الزينر دايود بكل بساطه، بس عشان ما ندخلش في تفاصيل. صح، في حاجه نسيت اكتبها، ان الزينر دايود ده عباره عن 5 فولت. طيب الزينر دايود بكل بساطه عشان ما ندخلش في تفاصيل كتير، في الحاله الفورورد لما بيكون الكرنت داخله من هنا بيشتغل كايه؟ بيشتغل كدايود عادي جدا. تمام، ده لو هو ايدي. طيب لو الكارنت داخله من ورا مش بيبقى اوبن سيركت، هو بيشتغل في حاجه اسمها فولت ريجوليتر. تقريبا مش عارف قلتها صح ولا لا، بس عامه بيشتغل كايه يعني، كان هو بيسحب الفولت ده يعني، او بياخد الفولت بتاعه. تمام، فعشان كده بنعمله كبطاريه كده. طيب بس طبعا ايه، الزينر ده بيبقى ليه فولت، لو هو 5 فولت فالكارنت مش هيخش من هنا غير لو الفولت اللي داخل اكبر من 5، ان هو يكفي الزينر دايود. طبعا مش هشرح الزينر دايود لان الموضوع يعني مش بهذه البساطه يعني، بس انا هشرح المساله. طيب اول حاجه نبدا بيها كده، هو عايز ايه؟ قال لي انا عايز، يعني اول طلب في السؤال، انا عايز اكبر ار اس، اكبر قيمه للار اس تخلي الفولت اللي على اللود ده، الفولت اللي هنا كونستنت. طيب بكل بساطه، هو امتى الفولت ده يبقى كونستنت؟ امتى؟ يعني صورة واضحة، ما هي لو الدايود ده اشتغل هيبقى عليه فولت ثابت، صح؟ لأنه هيبقى كأنه بطارية. فيعني أنا ممكن أمسح الدايود كده مثلا، لأن هو لو اشتغل في حالة الباكورد هيبقى عامل كده، صح؟ هيبقى كأنه بطارية عليها 5 فولت. فلو الدايود اشتغل، الدايود في حالة ريفرس اشتغل، إيه اللي هيحصل؟ الفولت هيبقى ثابت على اللود. تعال بس نرجع الدايود، نرجعه تاني. فانا عايز ايه عشان اخلي الفولت ده ثابت، الفولت في ال اخليه كونستنت؟ عايز اخلي بكل بساطه اي زد تبقى موجوده، صح؟ مش ده اللي انا عايزه، اي زد تبقى شغاله. ما هي لو اي زد شغاله ده معناه ان الخط ده شغال، صح؟ ما هي لو اي زد شغاله، قلنا تاني معلش، لو اي زد شغاله اللي يحصل الفولت اللي هنا يبقى بخمسه، وعشان بارل مع الفي ال فالفي ال هي كانت تبقى بخمسه، صح؟ طيب هي اي زد اصلا تساوي ايه؟ تعالوا عند النود دي، انا ممكن اقول ان داخل لي اي مثلا ام، او اي مين، او اي اس، خليها اي اس يعني. طيب لو جينا عند النود دي، يبقى الاي زد بلس الاي ال هيساوي اي اس، الاي اللي داخله تساوي الاي اللي خارجه. طيب يبقى الاي زد ذات نفسها تساوي، والاي زد ذات نفسها تساوي اي اس ماينس اي ال. طيب اي اس ذات نفسها بقى بتساوي ايه؟ ماشي، ممكن اجيبها زي نودل يعني. انا لو عايز الاي اللي ماشي هنا، ممكن اقول انها الفي دي ماينس الفي دي اوفر الار. طيب الفي دي بكام؟ الفي اللي على الشمال يعني، اقول انها في 1 وفي 2 مثلا، فيبقى الاي اس هتساوي في 1 ماينس في 2 البوتنشال ديفرنس اوفر الار اس، الار اللي مشيت فيها. طيب في 1 بكام؟ في 1 بفي اس، صح؟ اهي دي الباتري اهي. تمام، طيب ففي 2 بقى بكام؟ في 2 لازم تبقى بخمسه. ليه؟ ما هي الاي زد مش هتشتغل الا لو في 2 بخمسه. ايه ده؟ ازاي؟ مش فاهم. بابا مش لو الاي زد اشتغلت ده كان هيبقى كانه بطاريه كده بخمسه فولت؟ يبقى اللي هنا دي بخمسه، النود دي الفولت عندها بخمسه، بس الموضوع بسيط. يبقى الاي زد نكتبها تاني لاخر مره بتساوي ايه؟ هتساوي اي اس، اي اس قلنا انها ار اس، وطبعا في اس ماينس ال 5، اتفقنا ان الفولت هيبقى 5، ال V2 دي هتبقى 5 النود دي. طيب ماينس اي ال، اتفقنا على الكلام ده. ماشي، نمسح بقى كل الرغي، لان يعني
انا هحل المساله بطريقه طويله شويه، بس هي اكتر طريقه سالمه. ماشي ماشي، ماذا بعد؟ طيب انا عايز اي زد بكام؟ محدش يقول لي عايزها بزيرو، انت كده جاي تبصمج. تمام، لو فاهم يعني، عشان بس نبقى واضحين، لو فاهم حوار الزيرو كده يبقى انت اصلا مش محتاج تشوف المساله لان انت فاهمها. فاهم المساله؟ خلاص عادي، عدي اللي انا هقوله. انا عايز الاي زد تبقى موجوده، تبقى شغاله. انا عايز الاي زد اكبر من الزيرو، صح؟ صح. طيب ده اللي انا عايزه، لو الاي زد اكبر من الزيرو ده معناه ان في كرنت ماشي هنا، فلو في كرنت ماشي هنا احنا اتفقنا وقلنا ان الفولت هيبقى على الفي ال كونستنت. طيب يبقى ده اللي انا عايزه. طيب خلاص شيل، يعني انا وصلت اللي انا عايزه، شيل الاي زد واكتب ايه؟ اكتب في اس ماينس 5 على ار اس ماينس اي ال. ايه ده؟ ليه؟ بابا انا شلت الاي زد وحطيت، ما الاي زد بتساوي الكلام ده، بس شلت الاي زد وحطيت الكلام ده، ما عملتش سحر ولا شعوذه. ماشي؟ طيب نعمل ايه بقى دلوقتي؟ ودي الاي ال دي الناحيه الثانيه، انا اشتغلتها بصوا كريشيو عادي. ماشي؟ طيب يبقى الفي اس ماينس 5 اوفر ار اس هتبقى اكبر من اي ال. انا عمال اكتب كل ده في الكونديشنز اللي توصلني ايه اللي يبقى فيه اي زد ماشي. ماشي؟ طيب يعني امشوا معايا واحده واحده ما تتلخبطوش. ايه الخطوه الجايه؟ هو انا اصلا ايه القيمه اللي عايز العب عليها؟ هي الار اس. خلاص انا هضرب في ار اس هنا وهنا، واضرب في ار اس يمين وشمال، يعني هضرب في ار اس في الناحيتين. طيب وهقسم على اي ال. انا يعني ما عملتش حاجه، انا بس كل اللي عملته حرفيا ان انا خليت الار اس في ناحيه لوحدها، ممكن شغل ماث يعني. طيب ماشي، انا حطيت ايكويشن طبعا هي يعني انيكواليتي للايه؟ للار اس. ايه الخطوه الجايه؟ بص تاني هقول لكم السؤال اخر مره. السؤال عايز ايه؟ السؤال عايز الار اس اكبر، ار اس اكبر ار اس تخليني اثبت الفي ال، مع بقى ايه؟ علي الفي. خلوا بالكم ما تنسوش ان الفولت السورس عندي بيتحرك من 8 ل 12. انا عايز ار اس مع اي شقلبه تخلي الفولت ب 8، تخليه ب 9، تخليه ب 10، تخليه بجن ازرق في الانترفال دي. هو مش هو بيتغير من 10 ل 12؟ اي قيمه هتحطها تخلي الفولت ثابت. طيب يعني هقول لكم مساله تاني، انا عايز قيم اكبر قيمه للار اس تخلي الفي ال كونستنت، يعني مع ايه؟ مع ان انت تغير اي ال، مش الاي ال اللي عندك يتغير. ما تنسوش ان الاي ال بتتغير والفي اس بتتغير، غير قيمهم زي ما اتغير. انا عايز مهما غيرت قيمهم الفي ال كونستنت. تمام؟ طيب عشان ايه؟ فاهمين؟ يعني الايكويشن دي مع تغير في اس واي ال، مع تغيره بيتغيروا زي ما اتغيروا، انا عايز اوصل لحل ثابت. عايز اوصل ايه؟ لان الفي ال تبقى كونستنت حتى لو غيرت الفي اس والاي ال. طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا معايا هنا اتنين متغيرين انا مش عارفهم، الفي اس والاي ال، ده متغير وده متغير. ممكن اجيبها لك بالاستعباط عادي يعني، وممكن اجيبها لك بنظام. انا هجيبها بنظام بس، ومش هقول لك هجيبها بالاستعباط ازاي، لان انا مش عايز الخبط حد، لان هي اصلا مساله يعني يا رب تفهموها يعني. طيب هنعمل ايه؟ هو انت مش عندك للفي ال اس قيمتين ماكسيمم ومينيمم؟ طيب وعندك للاي ال قيمتين، هم 50 و150 مللي طبعا امبير، مش دول يعني دي اكبر قيمه واصغر قيمه؟ طيب انا هجرب كله يا عم، هجرب ايه؟ هجرب الفي اس ب 8 والاي ال ب 50 مللي امبير، وهجرب الار سوري الفي اس ب 12 والاي ال ب 50 مللي امبير، وهجرب كله، وهجرب برضه ب 8 و 150 مللي امبير. انا عندي اربع احتمالات، لان انا عندي اثنين للفي اس واثنين للاي ال، فهجرب كل الاحتمالات الممكنه. طبعا هجرب ايه؟ 12 و150 مللي امبير، هجرب كله. مش انا عايز حاجه تشغل كل ده، يعني انا عايز ايه؟ انا عايز قيمه تاني، عايز انترفال. مش دي بتديني انترفال؟ يعني ده هيديني رقم ان شاء الله يكون كي. الار اس هتبقى اصغر من الكي، صح؟ يبقى في انترفال للار اس مسموح بيها، صح؟ هيبقى في انترفال. تمام؟ طيب انا عايز ايه؟ انا عايز انترفال مشتركه
بين كل ده. يعني تاني هيبقى في انترفل للار اس، انا عايز الانترفل المشترك بين ده وده وده وده. ليه؟ اصلا انا عايز حاجه تشغل لي، يعني عايز حاجه تشغل لي مهما غيرت الفولت والار، العب فيهم زي ما تلعب، انا عايز الكونديشن بتاعي ثابت. انا كاتب لك كونديشن في الاول تاك، الكونديشن ده يدل على ايه؟ الكونديشن ده يدل على ان الفي ال كونستنت، انا عايز الكونديشن ده شغال. تمام؟ فبجرب ماكسيمم ومينيمم القيم، لان ده اللي ممكن يبوظ الدنيا، يعني ده الرينج بتاعي. تمام؟ ما هو الماكسيمم ومينيمم ده هو الرينج بتاعي، اللي في النص مش مهم لان هي تبقى حاجه في النص. انا عايز ماكسيمم ومينيمم لان المينيمم هيديني اصغر او اكبر حاجه، والماكسيمم هيديني اصغر او اكبر حاجه. فدول اللي انا عايز اجربه عشان اكتب انترفال تجمع الاربعه دول. طيب تعالوا بقى نجرب ايه واحده واحده كده. ار اس اصغر من، وهجرب الفي اس 8 والاي ال ب 50 ملي امبير. تمام؟ يبقى 8 ناقص 5 على 50، طبعا ايه؟ هتطلع لي اصغر من 60. تمام؟ طيب هقعد اجربهم كلهم. انا دلوقتي هجرب اللي تحتها، طلع لي ان الار اس اصغر من 20. ماشي؟ طيب هجرب مثلا، طيب هتطلع 46، انا اسف 0.67. تمام؟ طبعا ايه الار اس هي اللي اصغر الكلام ده. ممكن نعمل كده عشان انقلها بس. لا لا شقاوه، خلي بالك دي. طيب ممكن اجرب ايه الاخير، انا جربت كله. ماشي، ار اس هتبقى اصغر من 140. جبت في الحاله دي الار اس مفروض تبقى قيمتها كده عشان تخلي الفولت ثابت، وجبت في الحاله دي، جبت في الاربع حالات بتوعي. تمام؟ الار اس ايه؟ الانترفال بتاعتي. انا عايز ايه؟ انا عايز حاجه تشغل الاربعه دول. يعني ايه حاجه تشغل الاربعه دول؟ حاجه تشغل كل الحالات بتاعتي. يعني ايه تاني؟ يعني الانترسكشن. يعني ايه؟ يعني عايز الانترفال المشتركه بين ده وده وده وده. جميل؟ ايه الفتره المشتركه بالاربعه؟ هي ان الار اس اصغر من 20. بس ما هو هنا الار اس اصغر من 20، وهنا الار اس اصغر من 20، وهنا الار اس اصغر من 20، ودي اصلا هي الار اس اصغر من 20. فده المشترك بينهم، يعني دي الانترفال المشتركه. طيب انا طلعت الانترفال اللي ترضيني، اللي تحل لي المساله دي. كده الانترفال اللي دايما 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 مع اي تغير للفي اس او اي تغير للاي ال هتبقى صح، هتثبت لي الفولت. طيب انا عايز ايه؟ هوب هوب، انا عايز ماكسيمم ار اس. ماكسيمم ار اس في الانترفال دي، مش دي الانترفال اللي هتخلي الفي ال كونستانت. انا عايز بقى ماكسيمم ار اس. طيب هجيب ماكسيمم ار اس ازاي بقى؟ العرض، ما انت اكبر قيمه للار اس موجوده قدامك هي 20. ايه ده؟ لا مش 20، ده 19. لا بص ركز ايه، بس نبقى متفقين. تمام؟ بص اهو ار اس لو ب 19 هتحقق لي، بس دي مش اكبر قيمه. انت عايز ار اس اصغر من 20، ما انا ممكن اكتب لك 19.9999999. دي اكبر قيمه تحقق لك مثلا ده. دي ممكن تبقى اكبر قيمه للار اس، صح؟ اللي هي مثلا 20. ما تبحبحش يعني. ماشي؟ 20 يا عم. ماشي، انا لسه قاعد اكتب 19.99. تمام؟ فهي ايه اكبر قيمه 20؟ يعني كاني يا عم كاتب هنا ايه كل. تمام؟ عادي مش تفرق. تمام؟ المهم اكبر قيمه للار اس هي يعني تقريبا 20، عشان ما حدش يتضايق. جبت اكبر قيمه للار اس، ده اول مطلوب كان عايزه. خلاص حليت المساله يا باشا، ايه تاني بقى؟ جبت لك الار اس اللي انت عامل عليها قلم اهي، ار اس ايكوال 20 اوم. اول سؤال حل. طيب تاني حاجه انا عايز ايه؟ انا عايز ماكسيمم باور عند الار سي، ار اس انا اسف. طيب ماكس باور عند الار اس، الار اس اللي هي ب 20 اوم، خلاص انا جبتها. طيب ماكسيمم باور بقى يساوي ايه؟ الماكسيمم باور او الباور عامه، هو الباور بيساوي ايه؟ ممكن اقول ان هو اي سكوير ار. ممكن اقول كده، او ممكن اقول انه في سكوير على ار. ممكن أقول يعني اللي انا عايزه يعني. طيب انا لو عايز الفي، طيب الار انا جبتها عشان اجيب ماكسيمم باور، انا الار جبتها اوريدي ب 20.
انا عايز ماكسيمم ال V صح عشان اجيب ماكسيمم باور. طيب يبقى ماكسيمم V على الفولت ده هتبقى ماكسيمم V السورس، يعني نكبر السورس على الاخر صح، بس فهكبر السورس على الاخر اخليه 12. تمام، فلو ال V ب 12، ال V اللي على الاس هنا سوري ال V اللي على الار، الفولت اللي على الار اس بكام؟ هيبقى ب7. عرفت منين انه ب7؟ 12 ناقص 5، ما هي يعني بص الجزء ده لوحده بياخد 5، يبقى الار اس ذات نفسها خدت كام؟ 12 ناقص 5، خدت 7 يعني. بس نجرب كده، يا رب تطلع هي هي يا رب. بس طلعت ايه؟ ممكن ننزل، طلعت 2.45 وات. هي بوات ولا لا؟ انا مش فاكر والله وحده القياس ايه. تمام، بس هي 2.45 والمساله اتحلت. يعني بجد انا دي اكتر طريقه انا فهمتها، كل الطرق اللي فاتت لخبطتني. انت بس محتاج تفهم حوار الانترفلز، تفهم السؤال ذات نفسه. لو في اي مشاكل ابعتوا لي ان شاء الله، ممكن انزل لكم باقي يعني حل باقي الاسئله. طبعا دكتور كرماني كان حل المساله دي، ممكن تشوفوا حله. يعني مش عارف هيبقى اخر فيديو الكترونكس ولا لا، الله اعلم. بس شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.